جهز العربية تمام. ما عاوزينهاش توسع يا عمي. ما حدش يبلغ كلمة. واحنا في الطريق لهنا قريب من الجبل يا خال. طلعوا علينا اجي 20 نفر بالآلي. وخدوا السلاح واختفوا في الجبل تاني. ما عرفناش الجبل صاحب غير ما طريد الناس. اللي طخ طاها والد اختك من الجماعات يا هيبة. جماعات؟ لقيت حضرتك مش عايز تعمل معاه حاجة وقلت ازق عليه الجماعات دي، ولو شد معاهم تبقى دي نهايته، ولو ما عملش معاهم حاجة نبقى علمنا عليه. ايه رأيك؟ يا من بالله ما اشوفك يا طه وعينك مكسورة. عاوزني اشوف ولدي؟ هات لي اللي طخه الأول. وديبير нам нужно установить контакты с группами джихадистов. Это хорошо для бизнеса. Нельзя. Обоим будет против. Все предвидится. После оформления склада в УГБ. Пожалуй, мы свяжемся с Кином. У него всего и есть подход к ним. كيف الصورة دي؟ هتبقى شكلها وهتقصي شعرك زيها. رحمة أبوي. أنا هسيب اللي طخن يا خال. اللي ما يخافش من ربنا يا ولدي خاف من إيه؟ صاحب دينك بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أبو كريم المولد ده لو تام هنغير بيدنا. يا ريت تبلغ ده يا ابو هيبه. على خاتم واقف ليه؟ وتشكر. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اشكر. القلب بيشكر ابو هيبه، والقلب لما يشكر عارفين بايه؟ الشفايف. ذكر القلب وسجوده عين العقل. ربنا في القلب ساكن. امال جاي ليه يا امين؟ عاوزينك في مصلحة. ما قادرش. لو وقفت أموت. سيبنا أشكر مع الغلابة. أم حسن عاوزة تشوفك قبل ما ترحل. أم حسن بتودح؟ لقيت الحاجة هتصلي عليها. لا إله إلا الله. رسول الله. لا إله إلا الله. تعالى يا حسن، تعالى يا جدر، تراب السفر معفر وشك. أنا هنا من يومين يا أم حسن. يا حسن عايزك تداويني يا حسن، وكفك تعد الرأس على الجبل وتسلم. ما عايزاش حد معايا، عايز ابقى لوحدي يا حسن. ربك كريم يا حسن. عايز اقول له واروح له. عارف يا حسن لو شربت ميته عمرك ما حتعطى شبري. كريمة جت يا حسن، بقول لك ايه، اطلع اقعد مع صحابك برا قبل كريمة ما تخلص يا حسن. كريمة من يوم يا هيبة وأنا بستر الولاية. قوم يا هيبة خد صاحبك وهاتوا الشهادة قبل ما أعمل اللازم. شهادة إيه؟ دي لسه بتكلمني. أنت بتبتسمها. هو اللي يروح لحبيبه عاوز منه إيه غير انه يبتسم ويسلم؟
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. النبي يا سيد لا تجي معنا. وأرضي يا صباح، من يرعاه؟ السبح للنبار يرعاه. من ميتة بتعكز وأنا ماشي؟ دي أرضي، أسيبها الراجل الغريب يزرعها؟ يعني تسيب مرتك وولدك يسافروا مصر لحالهم؟ لو عليا ما سبكيش يا صباح، أنت عارفة ما أحملش السهر من غيرك. طب أعمل إيه؟ ولدك وعلمه في مصر؟ ولدي ما خايفش عليه، سيبيه يسافر وحده، سيبيه يا صباح، خليه يجرب. لكن أنت، أنت تسيبيني ليه؟ واه يا سيد، واه، نقوله طار، تقول احنا ابوه. خلاص خلاص يا صباح، خلاص، لا طور ولا جاموس، انا رايح الارض. ما هينشي، ما هينشي عليك، تقعد معايا الساعه دي. ما استحملش يا صباح، ما استحملش اودع الحبايب. خلاص يا سيد، أنا هقعد، ما مسافراش مع ولدك، بس أنا خايفة على الولد. ربنا عالم، ولدك مخه تخين، ممكن يعمل حاجات كتير، ممكن يتعارك، ممكن يتخانق. ولدك يا سيد محتاج لصوت يرده، وأنا خايفة عليه من اللي ياه. خلاص خلاص يا صباح، سافري مع ولدك، لكن أنت عارفاني ما أحبش أخرج برا بيتي ولا أحب أسكن عند حد. سافري يا صباح، سافري، وفي الأجازة ابقى تعالي شوفيني. احنا هنقعدوا عند غنيمة، ما تخافش علينا، دي بنت أصول، ربنا يعمر بيتها. أنا هروح الأرض قبل الشمس ما تشرق. أنت عارفة يا صباح، عارفة أنا ما أحبش حاجة تسبقني الأرض. وعاوزين الهاون ليه؟ هتحاربوا؟ واحنا مش قد المكان ولا ايه؟ واشمعنا بيت خلف يبقى فيه هاون وصواريخ ارض ارض؟ انا عندي السلاح اللي اتفقنا عليه، ماليش انا في الصواريخ والهاونات دي. ما احنا يا ما جانا من ليبيا ارب جهاد بكياسها، والله يا اخوي ما حد استعملها واصل. وبعدين ما كفايه السلاح اللي انسرق منك. اللي سرق مني ده في عينني، وانا قادر ارجع حقي، لكن الاتفاق معاكم مش هيتغير.
عاوزين السلاح ولا لا؟ أنا موافق. جيبوا لي النص عالي والرشاش اللي اتفقنا عليه. نقروا الفاتحة. الفاتحة فاتحة رجالة. زي ما فيه ناس شبه الطيور، شبه المسك، شبه الجبال، فيه ناس مش شبه حاجة خالص، شبه نفسيهم. حسن وأمه حسن كده، ناس عاشت وسلمت من غير ما حد يمد لهم يده، من غير ما يخدم الدنيا حاجة. أمه حسن الله يرحمك، كان نفسي تندميني باسمي. مش تقلع السلسلة دي عشان ما تضايقكش وانت نايم؟ خل بالك على صباح، ما عاوزش زكية تضايقها لخرب بيتها. هي صباح الطيبة الحنينة دي أختك وحديك، دي في عيني الطم. ما تناميش يا غنيمة. لا ما جاينيش نوم. خلاص أقعد أسليكي لحد ما تزهقي مني. أزهق منك؟ في حد يزهق من روحه؟ طب في حد يزهق من قلبه اللي عايش فيه؟ إن أنت دنيتي يا هيبة يا بوي. مالك عينيكي في كلام تاني؟ بنت ذكية كل شوية تفرجني ذهب، فكرة أنا ممكن أغير. غنيمة اتغير من ذكية؟ ايه اللي قلب الحال؟ بقي الأميرة بنت الأصول تغير من دي؟ يا بختك يا بختك يا زكية بتعامل. مش هو ده اللي مضايقني والله. البيت دي زي ما يكون رجلها نحس من يوم ما حطت رجلها هنا في البيت، وانا حساك انك بعدت بعيد عني قوي. واه 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 فرعوني دي هبة؟ لا أنا اللي صممته عشانك. العقدة لحد قبلك ولا حد بعدك هيشوفه غنيمة؟ ما عاوزاش العقدة. بس ده كيف عين غنيمة دي؟ ابني ده عقد زيه. خلاص يا أخوي حقي وصلني. خلاص حقك على يا بنت الناس. حق ايه بس يا عمر غنيمة؟ عارف يا هبة بصتك ده لو يحزنوني طول الليل أرقص لحد مقطع النفس. ما مصدقهاش يا بوي. معقول وسط مشاغلك كلها وشايفني؟ صباح. سلامة نظرك يا حبيبتي. عيميتي مفيش ناس تانية تقول لهم صباح الخير؟ صباح الخير يا ناس. مالك يا اختي؟ هو مفيش غير ابنك يعني اللي داخل الجامعة النهاردة؟ ما احنا عيالنا اهو ما شاء الله عليه، اتخرجوا من كلياته. ما عملناش زيك ليه كده؟ امال في الغنيمة؟ يا غنيمة غنيمة. صباح الخير عليك يا غالية. صباح الخير يا حبيبتي. في حاجة؟ أبدا بسأل عليك. سألت عليك العافية. واه متقدتك كده وراحة على فين؟ راحة مع ولدي الكلية. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي.
ابقى شوفي مين اللي اخدك معاك الكليه. بس يا واد، هو انا اسيبك تروح الكليه اول يوم لحالك؟ ايه يا كريم تزعلان ليه؟ ده حتى فنون جميله بيحبوا الامهات قوي. والله صح صح يا صافي. ايوه فيها صافي، مالكيش دعوه انت بالكلام ده، خليك في حالك. بص يا عم وانا مالي، انا كده كده طالعه غير. حد يكلم نورت البيت كده؟ ها دي صافي دي منين؟ عين ابوهي. ممكن اوديك انا عمتي. تسلم يا حبيبي. يا قراح فنون جميله انت كمان. لا بس انا تحت امر عمتي في اي حاجه. بقول لك يا ابو عطيه، ابقى قول لعطيه ان عمي عاوزه. استنى يا مار خدني معاك. استنى يا واد، الشندوتشات والوقت. اه ما عرفاش. صح يا مخدل اجده ليه؟ سلامتك يا اختي، عشان كده قمتي متاخره من النوم. الله اكبر في عينك. و يبقى بيتي واستاذن منك اصحى امتى؟ انا اصحى وقت ما اصحى وانام وقت ما انام. لا يا اختي براحتك، نامي في بيتك زي ما انت عايزه، ان شاء الله تنامي لبكره. عقبال يا اختي كده ما نسهر يوم فرح صافي. مالك امال صافي؟ واكله قلبك ليه؟ والله العظيم يا زكيه لو ما بطلت رطرطه لكون مجوزاها السنه دي وبقيت علي زغرتلني. وماله يا اختي؟ انا ممكن ازغرت من دلوقتي. عاوز ايه يبقى منك يا عطيه؟ اكيد في بينهم حساب. لا دي رساله بيقول شوف ولدك قبل ما حاسبه. طب ما تروح لعطيه وقول له، هو هيقول لك لو في حاجه بينه وبين عم. مين حط الصوره دي هنا؟ انا مش منبه عليكي ما بحبش الصور، بتجيب شياطين. جرالك ايه يا حاكم؟ صورة وعلقتها ولاك منها صورة اخوك؟ طب علي الطلق لكسرها. يو يعني انت لما تكسرها نارك هتبرد يا راجل؟ جرالك ايه يا حاكم؟ حتى الصورة غيران منها دي. اي عشان قلة ادبك دي، عشان استريح. اخصى عليك يا حاكم، وجعتني كده هون عليك. Thank you.
انت مين انت كمان؟ ليليا وانت؟ انا صاحب الشقه. انت اللي ايه اللي جابك هنا اصلا؟ اسال كين. كين هو اللي جابك؟ ها وقال لي بقى ما تفتحيش لحد الباب. انت ازاي دخلت هنا؟ دخلت هنا بالمفتاح. مفتاح؟ انت مالك اصلا؟ يعني انت مالك بتساليني ليه؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ هو يعني هو مش ها ولا ايه؟ هو حصل كان طف اكستريم. طيب يعني طالما كده يعني حضرتك يعني يبقى خلاص يبقى يعني اتفضلي. انا ماليش مزاج بصراحه بقى. عجبني قوي اللي حصل هنا ومش همشي. شكلك مش موظف عنده صح؟ موظف ايه؟ طب اخو. لا. طب انت مين؟ انت مالك؟ انت بترغي كتير ليه؟ انت مالك؟ طيب انت اكلت؟ اصل بصراحه انا جعانه قوي وكده حاسه بطني بتوجعني. طب انت عايزه تاكلي ايه؟ اكل تشاينيز. تشاينيز؟ منور يا حكم. أول مرة تزورني يا أبوي. حكم الجوي. أبو هيبة خلانا أجيلك جاري. عمي؟ عمي قالك تجيني هنا؟ أمال أنا فرحان بالتراب اللي قفل صدري هنا ولا عاوز أعبي شوية سمنت في جيبي؟ قالك إيه يا أبوي؟ لا قال ولا عاد. يا دوبك بلغ ماهري وقول لي عاوز أشوف عطية. بس. راح يعوز مني ايه هيبة؟ ده عمره ما كلمني طوالي ولو عاوز حاجة بيقول لي مال. المرة دي وصلها لابوك وهو ده اللي قلقني. خايف من عمك سم واعر يبان رفيع وهو تخين. متقلقش يا ابوي انا مجهز كل حاجة مفيش حاجة تخوف. يا راجل اما المشاكل الدور الساتت اللي المحافظة مش عاوزة ترخصهولك ده ايه؟ الدور ده يخسرنا ربع مليون جنيه. الله الله الله. انت اللي هتحاسبني يا حكم ولا عمي؟ خلي بالك من عمك يا عطية. اللي يأمن لابو هيبة يبقى عبيط. قلت لك ما تقلقش يا ابوي. هعدي عليه النهارده. النهارده. رتب حالك الأول قبل ما تروح لقضاك. بقول لك ايه؟ ما تشوف لنا فيلا هنا في المنطقة دي. انت تؤمر يا حاج فيلتين ويا ريت شقتين كمان نعملهم مخزن. نجيب لك عمارة يا ابو اتصرف فيها.
يا حاج. ايه ايه حاج. وبعدين معاك يا حاج كلتنا بعينيك. كوكو في ايه؟ ده ابويا. ايه ده انت اللي ابويا. الكلام لو كان يعبر عن حنان كنت قلت اني بحبك من زمان. الكلام لو كان يعبر عن حنان كنت قلت اني بحبك من زمان. كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي ولا انت داري باللي جراني. الليالي سنين طويلة سبتاني ينشغالي بكل كلمة قلتها لي على بالي ولا انت داري باللي جرالي. الليالي سنين طويلة سبتاني ينشغالي بكل كلمة قلتها لي. ايه ايه بفتح الزرار. ايوه يعني طب يعني الدنيا برد. الزراير ايه؟ وانا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ غور ما مفيش غور. انت تعمليهم عليا ولا Thank you.
لي كتير ما تكلمتش معاك، ما عاوزش اتكلم عمك عطيه. حضرتك مشاغلك كتير، انا لو علي اجي لحضرتك كل يوم. لا ما عاوزكش تجيني، عاوزك تروح بيتك كل يوم ولا خلاص زهقت من البيت وعاوز تسيبه. هو انا ليا غيره؟ ربنا يخليك لينا يا عمي. هي أمينة اشتكت من حاجة؟ أمينة متربية ما تخبص على جوزها ابدا. اللي قال لي رقاصة عطية. يا عمي والله أنا روح يا وسخ روح، نظف نفسك، عندك أجازة أسبوع، خد مرتك وتفسح، أو خلي حمزة عند جده. حاضر يا وسخ. عاوز أشوف إخواتي الحمزة ولا عجبك كده فرداني؟